بسم الله الرحمن الرحيم. السادة المحافظين، السادة الرؤساء، السيد وزير التموين، للأصالة عن نفسي والنيابة عن جميع العاملين في هيئة قناة السويس، نتقدم للدكتور إسماعيل عبد الغفار بجزيل الشكر والإعفان والتقدير على دعوته الكريمة بحضور المؤتمر. المؤتمر الحقيقة من عنوانه احنا بنعيشه في قناة السويس، لان هي المشاريع العملاقة هي اللي بتعمل التنمية المستدامة للدولة. بالنسبة لمصر، في القرن 19 كان مشروع قومي العملاق لمصر كان حفر قناة السويس، واحنا ننهل من عائدات قناة السويس حتى الآن. في القرن 20 كان المشروع القومي العملاق لمصر كان بناء السد العالي، واحنا ننهل من فوائد السد العالي حتى الآن. في القرن 21 بنبدأ القرن 21 بأول مشروع قومي عملاق في مصر، حفر قناة السويس الجديدة ومشروع التنمية في منطقة قناة السويس. وهذا المشروع ليس لنا فقط، ولكن للأجيال القادمة من أبناء مصر. ولما شفنا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيعطي إشارة البدء، اصطحب معاه الشباب والأطفال علشان يرسل رسالة يقول إن هذا المشروع هو مشروعهم ومشروع المستقبل إن شاء الله. قناة السويس لما حفرت كان تعداد مصر 4.5 مليون نسمة. شارك في الحفر على مدى 10 سنوات 1 مليون نسمة من أصل 4.5 مليون نسمة، هم دول المصريين. حفروا قناة السويس بسواعدهم وأظافرهم ودمهم ودموعهم ليصنعوا ريان الحياة ليس لمصر وحدها ولكن للعالم أجمع. ونحن نصنع قناة السويس الجديدة ليس لمصر وحدها ولكن للعالم أجمع، هم دول المصريين. الفترة اللي احنا بنعيشها من تكامل عربي وتفاعل داخل مصر فترة مهمة جدا، إعادة بناء الدولة المصرية. مصر بتتولد من جديد حتى تعود مصر إلى مركزها الريادي في المنطقة، لازم تكون قوية اقتصادياً حتى تكون قوية سياسياً. ولذلك يركز الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء القوة الاقتصادية لمصر حتى تعود مصر إلى الريادة السياسية والاقتصادية، ليس في المنطقة فقط ولكن إن شاء الله في العالم. اللي بيحصل في قناة السويس حالياً هو مشروع قومي عملاق مبني على أسس علمية سليمة ودراسات جدوى في جميع المجالات، وبالفعل بدأ التنفيذ بإشارة بدء من السيد الرئيس، ولن ينتهي التنفيذ إلا بافتتاح قناة السويس الجديدة في أغسطس القادم. وكان إن إحنا ننفذ المشروع في خلال عام 72 كيلو، منهم 35 كيلو حفر جاف و37 كيلو تعميق في المياه، إنجاز. ويقول إن المصريين قادرين على التحدي وقادرين على الإنجاز والإعجاز والعودة من جديد وترك الماضي خلفهم. الحمد لله نسب التنفيذ يعني معدين نسب التنفيذ ب 130%. وبالنسبة لمشروع التنمية في منطقة قناة السويس، الحمد لله انتهاء المخطط العام للمشروع، لأن حفر قناة السويس الجديدة مع مشروع التنمية في منطقة قناة السويس بيرفعه تصنيف مصر اقتصادياً وعالمياً. والمشروعين قايمين على عبقرية الموقع، عبقرية الموقع اللي ربنا سبحانه وتعالى بيه حبى مصر دون غيرها. احنا بنلمس البحر الأبيض، بنلمس البحر الأحمر، بنقسم قارة أفريقيا وقارة آسيا، بنوصل من الشمال إلى حوض البحر المتوسط وشرق وغرب أوروبا وحتى الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، ومن الجنوب إلى خليج العقبة والخليج العربي وبحر العرب، نوصل لغاية الصين والهند وجنوب شرق آسيا. موقع رائع، موقع لوجستي رائع. لا يمكن إن احنا ما نستغلش هذا الموقع في إنشاء مشروع قومي عملاق يحقق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري ويحقق مستقبل للأجيال القادمة. أنا بطمن حضرتكم إن إحنا بنعمل ليلاً نهاراً، ليلاً نهاراً عشان ننجز هذه المهمة. الفكرة مصرية، التنفيذ مصري، التخطيط مصري، القرار مصري، التمويل مصري من الشعب المصري
العظيم. ثقتنا في نفسنا بتزيد وكل يوم هتزيد، ومن خلال هذا المشروع إن شاء الله مصر ستعود إلى الريادة. علاوة على كده، كان هناك فكر في ظهور قنوات بديلة في المنطقة علشان تاخد مننا النمو اللي بيحصل في حجم التجارة العالمية على فترات، فكان لازم إن احنا نفكر في نفسنا عشان نوقف الفكر في قنوات بديلة. بالفعل بدأ الفكر يعني يضمحل في إنشاء قنوات بديلة في المنطقة بفضل الفكر الجديد لإنشاء قناة السويس الجديدة. اللي بيشتغل في المشروع كلهم مصريين، كلهم مصريين من الألف للياء، وكلهم شباب مصر، وكل اللي فكر في المشروع شباب مصر. الحمد لله شباب مصر بخير. المشروع ده هيحقق عائد على 2023 نسبة 259% من عائد قناة السويس الحالي إن شاء الله. مشروع التنمية في منطقة قناة السويس عند تنفيذه إن شاء الله على الأسس العلمية السليمة والقوانين المرنة، وأنا بأكد على قوانين الاستثمار المرنة التي تحقق للمستثمر النجاح في الاستثمار، وتحقق للدولة الاستفادة من هذا الاستثمار، علاوة على تكامل المشروع مع مشاريع الدولة. ما ينفعش مشروع يبقى في جزيرة منفصلة عن مشاريع الدولة، لازم مشاريع الدولة تتكامل وتصب في خزانة الدولة المصرية. احنا في قناة السويس في تنسيق كامل مع بقية الوزارات في مشاريعها الموجودة في المنطقة، وأولها وزارة التموين، والحمد لله التنسيق على قدم وساق، لأن احنا عايزين نبني القوة الاقتصادية لمصر على أسس علمية سليمة زي ما قلت، والحمد لله في تكامل مع جميع الوزارات. الفترة القادمة احنا في انتظار صدور قرار رئيس الجمهورية بأن هيئة قناة السويس تقوم بمكان هيئة التنمية بمنطقة قناة السويس. هيئة التنمية بمنطقة قناة السويس هتتكون، بس عبال ما تتكون عشان المستثمر يلاقي كيان يقدر يتعامل معاه، هيبدأ يتعامل مع هيئة قناة السويس لحين إنشاء هيئة التنمية بمنطقة قناة السويس. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن إحنا المشاريع القومية العملاقة غير المشاريع الاستثمارية. المشاريع القومية العملاقة لما بتتعمل تتعمل مرة واحدة مشاريع خالدة تنهل منها الأجيال الحالية والأجيال المستقبلية من أبناء الشعب المصري. فإن شاء الله ربنا يوفقنا ونكون عند حسن ظن الشعب المصري، وننهي حفر قناة السويس الجديدة في أغسطس القادم، ونبيض وش الشعب المصري قدام العالم كله. وزي ما بقول لحضراتكم ده أول مشروع قومي عملاق في خلال القرن 21، وإن شاء الله يتبعه أكثر من مشروع قومي عملاق في أكثر من موقع في مصر، لأن مصر محتاجة المشاريع القومية العملاقة مع الزيادة السكانية اللي بتحصل فيها. علاوة على كده التكامل العربي ما بين المشاريع القومية العملاقة، احنا ما بنشتغلش لوحدنا، احنا بنشتغل مع اخواتنا العرب وفي تنسيق كامل. ولما نشوف ان حتى الشركة اللي هي بتشرف على المشروع في عملية التكريك شركة الجرافات الإماراتية، يعني في تكامل وفي تعاون علشان نخلق هذا المشروع القومي العلاقة. تمنياتي للمؤتمر بالنجاح، وتمنياتي لمصر إن هي إن شاء الله تعود إلى الريادة السياسية والاقتصادية في أسرع وقت ممكن، وتمنياتي للأكاديمية البحرية بكل تقدم وازدهار.